بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار، وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أهلا وسهلا بحضراتكم في رسالتنا الدعوية الإيمانية، وهي كيف يحقق الإنسان المعنى الحقيقي للصيام من خلال عدة أمور. أولا، أن يمسك الإنسان عن المفترات من الأكل والشرب والجماع والاستمناء وكل ما يصل إلى البدن من خلال منفذ مفتوح ومن خلال نية المفطر، كل هذا يؤدي إلى فساد الصوم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى في الصيام، فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حبيبنا فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يحقق العبد المعنى الحقيقي للصيام من خلال حفظ اللسان. هذا اللسان صغير حجمه كبير جرمه، ولذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وسيدنا علي الكرار علي يقول: اللسان أمير البدن، واللسان تنادي عليه جميع الأعضاء كل يوم، فتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك قال القائل: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان، كم في المقابر من جليس لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. ويتحقق المعنى الحقيقي للصيام من خلال ذكر المولى سبحانه وتعالى، أن يذكر الإنسان ربه: فأنت إن ذكرت ربك ذكرك ربه، وإن شكرت ربك زادك ربه. ويتحقق المعنى الحقيقي للصيام من خلال الاستغفار، أن يستغفر الإنسان ربه في كل حال وآن، في كل زمان ومكان. لذلك ينبغي على الإنسان أن يستغفر الله، لأن الله قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. هذا والله ولي التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.